এ পর্যায়ে ছাত্রদের পক্ষ থেকে আরবিতে স্বাগত বক্তব্য নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ভাই মোহাম্মদ জুবায়ের হোসেন। ভাই মোহাম্মদ জুবায়ের হোসেন, بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ما غرد بلبل وسجع وما اهتدى قلب وانشرح وما عم فينا سرور وفرح وصلاة وسلام على النبي المطهر وصاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آله وصحبه خير أهل ومحشر صلاة وسلاما إلى يوم البعث والمحشر. أما بعد، سلام عاتر وله أريج مع من الأعماك يعبط يسمينا، سلام الله نهديه إليكم مع الإشفاق ممزوزا ألينا، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا يا من أتيتم دارنا، فمرحبا أيها الضيوف الكرام ضيفا ضيفا، وأهلا وسهلا مرحبا بكم ألفا ألفا، وحيا أهلا بكم ومرحبا بكم وبصحبكم الكرام، ومرحبا بجميع ضيوفنا الأفاضل من مدراء ومعلمين وأولياء أمور الطلاب وبالجميع، ونقول لكم نزلتم أهلا ووطئتم سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.